يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يخرج لصناعة الطعام، وإذا دعاه شخص للإفطار هل له أن يلبي دعوته؟ لا يخرج المعتكف للدعوة، إذا دعاه أحد لا يخرج، ولا يخرج لصنعة الطعام إلا إذا كان ما عنده أحد يصلح الطعام، ما عنده أحد يصلح له الطعام فلا بأس، هذا للحاجة، ويخرج بقدر الحاجة فقط ويرجع. نعم.